يعطيك العافية. نظرا للظروف الاستثنائية اللي اليوم نمر بها من المنصة، وإنها معلقة وفي مش قادرين نفتحها، وبعض الأحيان بحكي لنا أندر هيفي لود، يعني كل الجامعة بتفتش على المنصة، فالسيرفرات بتعلي، فمش مشكلة. هاي المحاضرة إن شاء الله مسجلة، وراح نكمل ما بدأنا بالمحاضرة الماضية. إحنا المرة الماضية أخذنا للتوزيع المنتظم للشحن، وبلشنا أول سؤال بسلك، فبس بدي يعني نكتب القانون المرة الماضية أخذناه. لو كان السؤال عندي أتوقع كالتالي، بتذكر كان عندنا سلك هيك، بس يعني للتذكير هذا راح أشوف بغض النظر. تخيل كان عندنا سلك طوله ال، هذا السلك طوله ال وبعيد مسافي ال، بدنا المجال عند النقطة دي. فلو جيت حكيت لك طبعا الاكس اكسس وهاي الواي اكسس، وسألتك كم المجال، تقول المجال عند النقطة دي حكينا اتجاه واتجاه الماينس اي هات كمقدارية كاتجاه، فمقداره عبارة عن كي في كيو على اي في اي زائد ال. طب لو جبت لك نفس هذا السؤال والسلك هيك كان شكله طوله ال، وبدي المجال عند النقطة بي وببعد المسافة من هون لهون A، كم بيكون مقدار المجال واتجاهه؟ راح يكون نفسه K في Q على A في A زائد L. السبب إنه عندك سلك طوله ال بدي المجال على بعد A من إحدى طرفيه، بغض النظر على الطرف الأول أو الطرف الثاني، لو حلت راح يعطيك نفس المقدار بنفس القيمة، لكن هون شو اتجاهه؟ باتجاه الموجب اي هات، كونه خارج من الشحن الموجب، كونه عليه لمدة موجب فبكون خارج من الشحن الموجب، فهون ما بفرق معانا سواء اعطيتك اياه عن الطرف هذا او على الطرف هذا، فهو كماجنتيود متساوي. خلينا نحل السؤال التالي. عندنا سؤال مختلف، في عندنا حلقة، يعني هاي الرسمة، في عندي حلقة، يعني لو نتخيل انه الرسم كالتالي، انا هون في عندي حلقه وهذا محور الحلقه نسب قطرها A، وهذا المحور اللي بمر مركز الحلقه وهذا سميناه الاكس اكسس، وبدنا المجال عند النقطه B اللي تبعد مسافه X على الاكس اكسس. بالبدايه احنا بالحاله هاي يعني راح نرجع لرسم الرسمين هالكتاب، رسمتهم افضل من رسمتنا، راح اجي اسالك اختار لي دي كيو، تحكي لي قطعة من هاي السلك، عندي سلك ثنيناتها صار حلقة. تيجي تحكي لي هاي عبارة عن دي كيو، جزء من الشحن، وشحن موجبي لأنه هو على هذا السلك لمدة. شو تيجي تحكي لي؟ هاي في راح يكون عندها مجال، وهذا المجال الناتج من دي كيو هاي المسافة. هاي المسافة، وهاي باتجاه المجال الناتج من دي كيو، خارج من الشحنة الموجبة. هاي المجال اي او دي اي كون الناتج من دي كيو. يجي واحد بحكي لك كون هذا الجسم متماثل، لو اجى طالب اخذ دي كيو من الطرف الثاني دي كيو نفس مقدار دي كيو الاولى بس من الجهة المقابلة لها، يجي بحكي لي كون هاي عبارة هذا ار، خليني اسميه هذا عبارة عن ار. بيجي واحد طالب ثاني بحكي لي المجال بهي الحالة راح يكون من وين مكانه؟ راح يكون هاي شحنة موجبة، فراح نقول هذا R، وراح يكون المجال بهذا الاتجاه الناتج من دي كيو الثاني هاي دي اي. نحكي هذا المجال دي كيو نفس دي كيو، والمسافة هاي R وهاي R. السبب انه R هذا R شو يساوي؟ تربيع، طبعا شو يساوي؟ A تربيع زائد اكس تربيع، سواء كان ار هون او ار هون، لان انا اخذت على الجهه المقابله، هذا كمان هو عباره عن نصف قطر اللي هو نصف قطر الحلقه. نيجي نحكي طيب هاي دي كيو اعطتني مجال باللون الازرق، ودي كيو هاي اللي باللون الاخضر اعطتني مجال باللون الاسود، فبنكون نحكي دي اي هذا راح يتحلل لمركبتين، دي اي الافقيه، او خلينا نسمي هاي الزاوية مثلا
هاي الزاوية مثلا ثيتا، مثل ما هو يعني معطينا بالكتاب، هاي الزاوية، هاي الزاوية ثيتا. هذا راح دي اي الأفقية راح يتحلل ل دي اي العمودية، وهذا كمان اللي باللون الأسود احنا هون بالتماثل، يعني راح نستخدم التماثل، دي اي هذا اللي باللون الأسود راح يتحلل لدي اي أفقية ودي اي عمودية. بهاي الحالة دي اي الأفقية شو راح يتلغي؟ بعضهم البعض. إذا دي اي محصلة المجال الأفقي كم لازم يساوي؟ زيرو. السبب هون إنه أي شحنة المقابل إلها راح يلغي دي اي، طيب لو أخذنا دي كيو بالطرفات راح تلغيه بالطرف الثاني الأفقي، مين اللي راح ينجو عنا؟ فقط دي اي العمودية أو اللي هون إحنا حاطينها هذا باتجاه الإكس أكسس، إحنا هذا فرضنا الإكس أكسس. إذا اي بهاي الحالة هو عبارة عن اي إكس اي هات، اتجاهه باتجاه الإي إكس اي هات. طيب احنا بما انه هاي الزاوية احنا فرضناها عندنا الزاوية هاي ثيتا، هاي الاكس اكسس هون على الرسم مشان تبين اكثر، هاي الزاوية ثيتا، فهاي الزاوية نفسها ثيتا المقابلة لها بالرأس صح؟ بما انه هاي الزاوية ثيتا اذا المركب اللي باتجاه الاكس شو راح تكون؟ دي اي كوساين ثيتا، فمنحكي هو عبارة عن تكامل كي في دي كيو على ار تربيع في كوساين ثيتا طبعا، واتجاهه باتجاه الاي هات اذا بتسميها. بهاي الحاله بهاي الاسئله اي سؤال في حلقه دي كيو خليها مثل ما هي، لا تحط لي لا لمده ولا شيء، دائما اي سؤال في حلقه تعامل معاه بهاي الفكره. نيجي نحكي اي هات عرفنا في تكامل كي في دي كيو، احنا حكينا R تربيع اللي هي عبارة عن X تربيع زائد A تربيع أو A تربيع زائد X تربيع في كوساين ثيتا، هاي الزاوية ثيتا، هاي الزاوية ثيتا كوساينها، كوساينها شو راح يكون؟ يلا هاي المجاور على الوتر، المجاور على الوتر اللي هو هاي الزاوية ثيتا في هاي نفسها اللي هي X على R، اللي هي X على R هون بإمكان نقول هو عبارة عن X تربيع زائد A تربيع الكل قوة نص، أخذ الجدل للطرفين فراح يطلع عندي X تربيع زائد A تربيع الكل قوة نص، بس نضربهم ببعض شو راح يطلع عندي؟ المجال، المجال راح يطلع عندي باتجاه الـ I هات إحنا عرفنا في التكامل K في DQ على في X على أب كل قوة واحد، وهذا قوة نص بيصير قوة 3 على 2 X تربيع زائد A تربيع الكل قوة 3 على 2. طب هون بدي أسألك، لو جينا سألنا A نصف فطر الحلقة نقول but A هو عبارة عن constant، طيب و X كمان constant ليش؟ أنا بحكي لك في عندي حلقة بدي المجال بدي المجال على بعد مثلا، هاي نرجع للرسم، بحكي لك في عندي حلقة بدي المجال على بعد مثلا 5 سنتيمتر عن بعيدة عن محورها، فإكس دائما شو قيمتها؟ ثابتة، النقطة المراد حساب المجال عندها بعيدة مسافة شو دائما بتكون؟ مسافة ثابتة، فبهاي الحالة إكس شو كمان؟ ثابت. طيب وعندك أي تكامل بإمكانك الثابت تطلعه لبرا، فبنحكي إي هو عبارة عن أي هات أو هو نفسه إي إكس في تكامل إكس على X تربيع زائد A تربيع بكل قوة 3 على 2، هذول كلهم ثوابت طلعتهم لبرا، وكمان عندي K في تكامل DQ، شو تكامل DQ؟ تكامل DX، X شو تكامل DQ؟ Q نفسها الشحنة الكلية الموجودة على السلك، فبهاي الحالة بحكي E المجال هو عبارة عن I هات في K في Q في X على X تربيع زائد A تربيع بكل قوة 3 على 2، ونكون هذا قيمة المجال على بعد X من محور أي حلقة. خلينا نيجي على فرع ثاني، خلينا نيجي على الفرع الثاني من السؤال. If X equal 0، لو نتخيل X تساوي 0، كم المجال راح يكون؟
عوض بدل اكس صفر، اي شيء بالبسط صفر، بصفر المجال. شو يعني؟ المجال المركزي الحلقه، لما احكي لك اكس يساوي صفر، نرجع للرسمه، بما اني بحكي لك اكس يساوي صفر، انا اكس ضليت اصغر فيها اصغر فيها حتى صارت اكس وين هون، وكأن المجال المركز حلقه. كم المجال المركز حلقه؟ المركز الحلقه صفر. اذا اي يساوي صفر at the center of the ring. طب لو يجي واحد من الطلاب يعني صحصح معنا ويحكي لي كيف بدون ما احل التكاملات، هاي عندي الحلقه وبدي المجال هون عندي بالسنتر، لو اخذت دي كيو وين بيكون اتجاه مجالها؟ هذا الاتجاه، هاي دي اي. طب لو اخذت دي كيو المقابله لها وين راح يكون المجال؟ دي اي، هذا الاتجاه. فدي كيو اللي هون تلغي دي كيو اللي هون، فشو بصير؟ صفر. فاي دي كيو بتختارها اللي مقابلها راح يصفرها، اي دي كيو مقابلها الثاني راح يصفرها، فبطلع عندي دائما محصله المجال بهي النقطه، هاي النقطه صفر. طيب سي بحكي لنا اف اكس اكبر بكثير من اي، بمعنى لو جيت حكيت لك بدي المجال على بعد 10 متر من حلقه نصف قطرها 1 سنتيمتر، فانا هون بحكي انه النقطه اللي بدي احسب عندها المجال بعيده جدا واكبر بكثير من نصف القطر. طب هاي الحاله نرجع للقانون، نحكي اي، نحكي اي يساوي اي هات في كي في كيو في اكس على الاكس تربيع عندي. طيب الاكس تربيع زائد اي تربيع، ها شو تقريبا يساوي؟ اكس تربيع، اكس تربيع، لانه اي قيمه قليله جدا، فهي ما راح تاثر على قيمه الاكس تربيع، كون الاكس تربيع قيمه كبيره او الاكس قيمه كبيره، ربعها بتزيد كبر، فهي تقريبا تساوي اكس تربيع. فنقول اكس تربيع بكل قوه 3 على 2، شو راح يصير عندي؟ اي هات في كي في كيو في اكس على التربيع مع الجذر مع المقام 2 مع 2، شو بصير عندي؟ اكس تكعيب. شو راح يصير عندي؟ كي في كيو اكس مع الاكس تكعيب، شو راح يصير عندي؟ اكس تربيع باتجاه الاي هات. هذا شو بذكرك القانون؟ المجال قانون كانه شحنه نقطيه. مش انت الشحنه النقطيه تقول كي في كيو على اكس؟ بمعنى اخر خلينا نعطيكم مثال يعني يقرب لنا وجهه النظر. يعني لو انت واقف في مكان بدك تطلع باتجاه سياره بعيده عنك كيلومتر، شو بتشوفها؟ بتشوفها نقطه، صح؟ بتشوفها نقطه، صح؟ من بعيد، او شخص ماشي بشارع وهو بعيد عنك بتشوفه نقطه، لكن كل ما اقتربت منه بتصير تشوف ابعاده الحقيقيه. وهاي نفس الشيء، كونه الحلقه هاي نصف قطرها صغير، فاذا نظر عليها شخص من بعيد كانه بيشوفها نقطه، وكانه بيشوف كانه كل الشحنه تركزت بمركزها، بصير كانه يتعامل معها كانها بوينت شارج، كانها بوينت شارج. كانه بيشوفها نقطه، شحنه نقطيه. تمام، نيجي على نضل نحل سؤال الاسلاك، واحكي لكم كيف بعض الاحيان بيجي السؤال. خلينا نيجي مثلا على سؤال من هالاسئله، نعمل له مثلا، خلينا نيجي على خمس في عندي سؤال بحكي لك، في عندي سلك وضعنا على الاكس على الاكس اكسس اكزامبل، عليه هذا السلك لندا بيبدا من ناقص اي وصفر لعند الاي وصفر. لو جيت سالتك كم طول السلك؟ بتقول لي 2 اي، طول السلك كامل، هاي طول السلك. بدنا المجال بنقطه بي اللي تبعد مسافه واي عن على باتجاه الواي اكسس، بس هذا السؤال. بالامتحان شو بحكي لك؟ بنجيب لك خيارات، فقط طبق القانون، انه القانون هذا الموجود عندك
فقط طبق عليه الأرقام، يعني بدون ما تطلع نتيجة نهائية، لأنه بعض الأحيان التكاملات اللي تطلع عندك شو بتكون؟ صعبة جدا. تمام؟ صعبة جدا. خلينا نأخذ هون عندنا خلينا نأخذ دي كيو. بيجي طالب، أو خلينا نخفض لون ثاني أزرق. بيجي طالب بيحكي لك أنا بدي أخذ دي كيو. وهون عندنا كونه السلك موجود مثل ما حكينا المرة الماضية. بما أن السلك على الإكس أكسس فدي كيو تساوي هي عبارة عن لندا في دي إكس. بس هون بالله للملاحظة، ليش سميناها لندا دي إكس؟ راح نخش بالرياضيات، أنا بحب يعني الرياضيات. فليش سميناها لندا دي إكس؟ إحنا شو دائما نختار؟ أنا عندي هذا السلك. أو خلينا بس نكتب هون بعدين نجي للفكرة. نيجي بنحكي واحد من الطلاب بيجي بحكي لك أنا اختار الدي كيو هون، أنا اختار الدي كيو هون، فمكانها مختلف. خلينا نفرض إنه بعد دي كيو عن الأوريجين هي مسافة إكس، وهي إكس متغيرة، ممكن تكون مرة على اليمين وممكن تكون على الشمال، مش شرط على الجزء الموجب، مو شرط على الجزء الموجب. طيب نحكي المتجه آر اللي بالقانون، إنه هو المتجه اللي يبدأ من عند دي كيو لعند النقطة المراد حساب المجال عندها. فإحنا بنحكي دي آر هاي آر. فبهاي الحالة بما إنه هاي المسافة إكس وهاي المسافة واي، نحكي آر تربيع شو يساوي؟ إكس تربيع زائد واي تربيع. ولا تتذكر واي بحط هون نوت، واي يساوي كونستانت. ليش كونستانت؟ انا بالسؤال بحكي لك بدي المجال على بعد 5 سنتيمتر على محور واي، فواي دائما كونستانت. هاي من صيغه السؤال بنعطيك اياها، هاي نقطه ثابته. بما انها نقطه ثابته اذا مسافتها ثابته. فبهاي الحاله نحكي المجال عند النقطه بي هو عباره عن تكامل، نكتب القانون كي في دي كيو على R تربيع باتجاه الـ R. تيجي تحكي لي طيب هاي هون عندي شحنة موجبة، راح يكون المجال باتجاه الناتج من DQ DE. هاي هذا المجال، خلينا نسمي هاي الزاوية ثيتا. بيجي واحد من الطلاب بيحكي لك طيب أنا بدي أختار DQ كونه السلك متماثل على الإكس أكسس حول الواي اكسس، او متماثل هون من صفر لاي ومن صفر لناقص اي. بيجي واحد خليني انا اختار دي كيو هون، وهي اختارها بدل اكس ناقص اكس، فبحكي لك كون انا عندي هذا ار كمان، صح؟ والمجال الناتج منه هي دي اي كمان. لما تحكي لي هي ناقص اكس، لكن لو نطلع ار تربيع فالناقص مع التربيع بروح، فبصفي عندي ار هو نفسه اكس تربيع زائد واي تربيع. بما انه هاي الزاويه ثيتا، اذا هاي الزاويه ثيتا، فهون مين اللي راح يصفي هون عندي؟ هاي الزاويه ثيتا، اذا هاي الزاويه ثيتا. فبنقول دي اي راح يكون في له مركبتين، ها دي اي ساين ثيتا، وللاعلى دي اي وساين ثيتا. وهذا نفس الشيء اللي باللون الازرق بسبب التماثل، راح يكون عندي هون دي اي ساين ثيتا، وهون عندي دي اي وساين ثيتا. مين هون اللي راح ينجو؟ اللي راح ينجو فقط اللي باتجاه الكوساين. فبنقول اللي باتجاه الساين بروح. فهون شو بنقول؟ اي هو عباره عن اي باتجاه الواي هات او الجهه. فهون يصف عندي المجال اللي ما بينشطب اللي هو باتجاه الجهه. فبنحكي هذا اي راح يكون باتجاه الى هون بدون اي واي باتجاه الجهه. فبنقول اي هو عباره عن يساوي اي باتجاه الجهه في تكامل كي دي كيو على ار تربيع. هذا مقدار المجال في المركبه اللي هي باتجاه الكوساين. طيب نقول هون احنا عبارة عن تكامل K في دي كيو اللي هي لندا في دي اكس على R تربيع اللي هي X تربيع زائد Y تربيع في كوساين ثيتا. هاي الزاوية اللي هي Y المجاور على الوتر اللي هو X تربيع زائد Y تربيع كل قوة نص. فشو بصفي عندي؟ K ولندا وY ثوابت بطلعوا لبرا، فبصير عندي كي في لندا في واي في تكامل
شو هون صفى عندي دي اكس على اكس تربيع زائد واي تربيع الكل قوه 3 على 8 بضل عندي حدود التكامل. بالامتحان نجيب لك خيارات هي نفس هذه الخيارات لكن ممكن نغير حدود التكامل. هون نيجي نحكي هون التكامل على شو؟ على الاحداث الاكس، واحنا عارفين ان التكامل دائما كان على الشحنه، فبقول ما هو الاحداث السيني لبدايه الشحنه وما هو الاحداث السيني لنهايه الشحنه. فبدايه الشحنه بلشت من عند ناقص A ل A، فبكون هاي الاجابه النهائيه اللي انت اصلا بسألك عنها. هذا التكامل تكامله مش سهل يعني، اذا بدك تكامله حد بيحكي لك كيف بدي يكامله يطلع الجواب؟ حد عنده فكره؟ بس رياضيات يعني عندكم هذا التكامل، وهذا على فكره التكامل ايفن، يعني بامكانك تقول هذا عباره عن اثنين بالتكامل من صفر لواحد. بس بغض النظر من ناقص A ل A، لو جيت قلت لكم هذا التكامل كيف بتحله؟ بنفرض المقام وبعدها بنكامل؟ لا هو ما فيش شيء بيشطب البسط هون. اجزاء 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 دكتور ولا اجزاء؟ تقال مين عن ينكفر كالكولاس 2؟ اكيد هذا التكامل دكتور التكامل عباره عن قوه. لا شو قوه؟ لا نرفع دكتور المقام على البسط وبنكامل كامل عادي دكتور. لا لا ما بتكملش عادي، لا يمكن يطلع معك هذا، مش تعويض. عندك بالمقام اكس تربيع اشتغل الاكس دي اكس، وهون عندك بالبسط دي اكس. بس هون حتى تحل هذا التكامل لازم تفرض اكس هو عباره عن واي تان يو او تان ثيتا بدك، بس تان الفا اذا بدك تسميه، وتكمل واي ثابت طبعا، وبدك تستخدم متطابقة إنه واحد زائد تان تربيع ثيتا يساوي سيكن تربيع ثيتا. تستخدم المتطابقة هاي المتطابقة هاي، بعدين بيطلع معك تكامل سيكن ثيتا دي ثيتا، بس تكمل هذا التكامل. بعد ما تخلص يقول تكامل السيكن هو عبارة عن سي لين السيكن ثيتا زائد تان ثيتا الأبسوليت فاليو، وبعدين بترجع بتحول او مش ثيتا هون خليها ثيتا ثيتا. بعد ما تخلص بترجع ثيتا لقيمتها الاكس والثيتا هاي الاكس وبتحله. فهو صعب يعني مش بالسهل انه هذا القانون ينحل. راح احل لكم عليه اكزامبل يعني اذا شفت معي وضع. نرجع ليش انا بحكي لكم هون دائما دي ثيتا دي ثيتا هون دي كيو لاندا دي اكس، ليش سميناها لاندا دي اكس؟ هلا بنختار لك هون دي كيو، يعني نختار هون دي كيو وبعيدة هون دي كيو، وهي بعيدة مسافة اكس. بداية الشحنة هاي دي كيو هي عبارة عن لاندا في دي ال، بعيدة الها طول هاي الشحنة. أخذت قطعة من الشحنة والها طول. نقول بداية هاي الشحنة اكس ونهاية هاي الشحنة اكس زائد دي اكس، أنا عملت هون إزاحة بسيطة على الاكس اكسس سميتها اكس دي اكس. لو جيت حكيت لك بدايه الشحنه دي كيو تبدا على اكس ونهايتها على اكس زائد دي اكس، فكم طولها؟ دي ال هاي بتقول لي اكس زائد دي اكس ناقص اكس، فبيكون طولها كم؟ دي اكس. فبنقول لمدة في دي اكس طول الشحنه، هاي السبب يعني انك انت بدك تاخذ ازاحه بسيطه ما بيهمناش، بس يعني هاي لواحد يعني بحب الرياضية نوعا ما. طب ناخذ سؤال نفس هذا السؤال بس بصيغة مختلفة. شوفوا هون لو تغير السؤال تغير السلك نفسه كيف راح تكون الأمور، راح تصير أصعب بمراحل. دكتور صباح الخير. أهلين يا هلا دكتور، بس في مشكلة عندي أنا مش عارفة صراحة، المنصة عندي من الصبح معلقة وكل ما أدخل على المحاضرة بتطلعني منها، يعني صارت مطلعتني منها 3 مرات. لا أنت بس تفوتي من المحاضرة المنصة بتبطل تجاوب معك، اللي بيصير يجاوب معك الزوم اللي بيطلعك مش المنصة. أنا ما فتت على المنصة، أنا فتت على محاضرتكم من الزوم من الأبلكيشن اللي نازل عندي على اللابتوب، أنا ما فتت من المنصة.
هي أساسا المنصة عندي من الصبح معلقة، وأنا خليت طلاب يبعثوا لي الرابط تمام، بس هي ثالث مرة طلعني الزوم من المحاضرة بيرجعني. هاي بتلاقي عندك مشكلة بالنت دكتور، المشكلة من نفس المنصة يا حبيبي. مضبوط. اسمع، في مشكلة المنصة. اسمع، المنصة هي عندنا ويب سايت، وزوم ابلكيشن مملوك من شركة بأمريكا، ما لهاش علاقة، المنصة ما لها علاقة بالزوم، المنصة بس بتعطي بتحولك من الرابط بتحولك على الزوم، فأنت مجرد ما فتت الزوم المنصة ولا لها العلاقة، المنصة خلاص طلقتك وما لهاش علاقة فيه. دكتور أصلا المنصة اليوم ما فتحت، المنصة مش فاتحة دكتور. ما أنا بحكي لك المنصة معلقة دكتور معلقة. خلينا هسه نشرح، والأصلا يعني حتى اللي بيطلع هذا الفيديو مسجل، فهو يعني ما راح يكون في عنده مشاكل، فبيحضر الفيديو مسجل وبيكون يعني أريحية بيحضرها على روض. طيب، في عنا نفس السؤال اللي كان بالماضي، بس السلك حطيناه من صفر لإل، لأنه طوله إل وعليه شو اسمه شحنة، كثافة شحنة طولية مقدارها لندا، وبدنا المجال عند النقطة دي اللي تبعد مسافة كمان واي على الواي اكس. بيجي واحد شو بحكي لي، بدي اختار دي كيو، بيقول دي كيو وهي عبارة عن لندا في دي اكس. دي كيو عبارة عن لندا في دي اكس، وبنيجي بنحكي ار، والمتجه اللي بيبدأ من لندا من عند دي كيو لعند النقطة المراد حساب المجال عندها، فبنحكي هاي المتجه ار. فدي كيو نحكي هاي مسافة متغيرة تتبع هوا الطالب اللي بيختار وين دي كيو. فبنيجي بنحكي ار تربيع هو عبارة عن الاكس تربيع زائد الواي تربيع. طيب تمام، بدك تيجي تحكي لي طيب وين الاتجاه؟ نيجي نحكي هذا الاتجاه اي، خلينا نفترض او دي اي خلينا نفترض، لكن المجال عندك هون اذا كانت هاي الزاويه ثيتا فرضتها، ممكن هاي الزاويه تكون وهاي نفس الثيتا المقابله بالراس يعني تمام. فبنيجي شو بنحكي، دي اي له مركبتين، مركبه باتجاه الساين ثيتا ومركبه باتجاه الواي دي اي وساين ثيتا. هون في شيء بيشطب شيء؟ لا، لانك وين ما تختار دي كيو دائما راح يطلع عندك مركبتين، ما في عندي تماثل حول الواي اكسس بحيث ان المركبات الافقيه تختفي. فهون بنحكي اي له مركبتين، اي له مركبتين، اي باتجاه اكس باتجاه الاي هات او الناقص اي هات زائد اي باتجاه الواي باتجاه الجي هات، واي اكس لا تساوي صفر، واي واي لا تساوي صفر. هناك قلنا اي اكس واي اكس شطبن بعض فصارت اي اكس يساوي صفر، او صفى عندنا اي واي مثلا، هون ولا واحد بتصفر، فبنقول هون عندنا اي اكس هي عباره عن تكامل المجال اللي هو كي في دي كيو على ار تربيع، والمركب اللي باتجاه الاكس بتاخذ الساين ثيتا، والمركب باتجاه الواي هي عبارة عن تكامل قيمة المجال K في دي كيو على R تربيع، والمركب باتجاه الواي بتاخذ الكوساين ثيتا. فهون ولا واحد من المركبات بتصفر، ولا واحد. خلينا نحل EX الآن كماجنتور وتضربها بسالب I هات، فبنيجي بنحكي الآن EX هي عبارة عن تكامل K في لمدا في دي إكس هاي دي كيو على R تربيع اللي هي X تربيع زائد Y تربيع في كوساين ثيتا، ولا ساين ثيتا، ساين ثيتا، ساين ثيتا بهاي الحالة شو يساوي؟ هاي الزاوية ثيتا شو ساينها؟ المقابل على الوتر اللي هي X على الوتر اللي هو R، بصير هون عندي 3/2. فشو راح يطلع عندي؟ تكامل K في لمدا بيطلعوا برا، X دي X بيظلوا جوا، X كونها متغير من موقع الشحنة على X تربيع
زائد واي تربيع الكل قوة 3/2. طيب ظل عندي وين بداية الشحنة لوين نهايتها؟ تبدأ الشحنة من صفر إلى إل، من صفر إلى إل، فبنكون هاي عندي EX. طيب بنحل هذا التكامل، هذا تكامل تعويض، لأن لو فرضت 2 X تربيع بعطيني 2 X، فبطلع عندي هون X مع X بتروح، فهذا يعني مباشرة بطلع معها في الجوهر. طب EY هي عبارة عن تكامل K في DQ اللي هي لندا في DX على X تربيع زائد Y تربيع اللي هي R تربيع في كوساين ثيتا، كوساين ثيتا اللي هي Y على R، R هو نص مع واحد بصير 3/2، لكن Y ثابت بقدر أطلعها لبرا، فبتعطيني K في لندا في Y كان أطلعهم لبرا في DX على X تربيع زائد واي تربيع كل قوة 3/2، والتكامل من صفر إلى إل، من صفر إلى إل، ونكون هون طلعنا المركبة على الواي. لو جيت قلت لك طيب إي بشكل عام كم يساوي كماجنيتود؟ هو عبارة عن جذر الإي إكس تربيع زائد الإي واي تربيع. ليش؟ لأنه بدك عندك متجه وله مركبتين، كم قيمته؟ المركب السيني تربيع زائد المركب الصادي تربيع، فهون هذا التكامل بده شغل. فاحنا على الاغلب اذا بنجيب لك سؤال بهذا الشكل ما بنضطر نخليك تعمل التكامل الا اذا خلينا توجد اي اكس فقط. ليش اي اكس؟ لانه التكامل تعويض سهل، تكامل تعويض سهل. نيجي طيب على سؤال اخر، نغير النمط بعدين نرجع على نشوفه بهذا السؤال. نشوف هذا حل السؤال الثاني. هنا السؤال an insulating sphere of radius r and has a volume charge density rho. Determine the magnitude of electric charge between R يساوي صفر to R يساوي R على 2. يعني بحكي لك في عندي كرة، هاي الكرة نصف قطرها R كبيرة. بحكي لك لو جيت أنا قطعت من هاي الكرة لنص نصف القطر، يعني هاي R على 2، وجيت حوطت عليها، كم الشحنة الموجودة بهذا الجزء فقط بالمسافة من صفر لأربعة؟ مش احنا هاي الشحنة لو نفترضها عليها الشحنة كيو كبيرة، لو جيت من صفر لأربعة اثنين شيلتها، كم عليها شحنة من R بالنسبة لR بالنسبة لكيو؟ برجع بعيد، عندي شحنة، عندي كرة عليها شحنة كيو، رحت شحنة كيو كابيتال، هاي الشحنة الكلية عليها، رحت على هاي الكرة وشلت منها من مسافة من صفر لآر على اثنين، يعني من صفر لمنتصف المسافة من صفر وكيو شلتها، وجيت سألتك كم مقدار الشحنة الموجودة. يلا على الجزء هذا فقط اللي أنا شلته من الكرة، هذا الجزء تيجي تحكي لي سهلة. شو سهلة؟ لو جيت سألتك هون بهاي الأسئلة يعني ما لها إلا حل واحد أو طريقة واحدة للحل. لو جيت قلت لك رو الكثافة الشحنة الموجودة على هاي الكرة، الكثافة ثابتة صح؟ فلو جيت قلت لك كثافة الكرة، هاي كثافة الشحنة على الكرة هي عبارة الشحن الكلي على الحجم الكلي، فبنقول الشحن الكلي هي عبارة عن يو كابيتال على الحجم الكلي 4 على 3 باي ار تكعيب، مش حجم الكرة 4 على 3 باي ار تكعيب. طيب هاي انا اخذت الكرة الكبيرة، هاي اخذت السفير اللي يعني اول سفير يعني كل الكرة. طيب لو جيت قلت لك رو كثافة هاي الكرة اللي أنا نزعتها أو الجزء اللي أنا نزعته من الكرة
مش كثافته نفس كثافه الكره الكبيره. يعني انا لو جبت سنتيمتر مكعب من خزان مي حسبت كثافه هذا السنتيمتر مكعب، لو حسبت كثافه المتر مكعب كامل للخزان مش الكثافه دائما ثابته، فاحنا بنحكي الشحنه الكليه على الشحنه اللي على الكره الصغيره على الحجم على الكره الصغيره، فبنحكي الشحنه على الحجم اللي انا اخذته كم؟ 4 على 3 باي كم نصف قطره؟ ار على 2 الكل تكعيب. مش هيك احنا بنحكي؟ طيب اذا رو للجزء الصغير من الماده هو عباره عن 3 يو على 4 باي ار تكعيب 2 تكعيب 8 هون بيطلع عندي 8. نيجي اذا رو دائما متساويات، اذا بنقول رو للسفير كامله اول سفير يساوي رو لسمول سفير كثافه الشحنه ثابته. طب بنيجي بهاي الحاله بنسويهم ببعض، بنقول 3 كيو على 4 باي ار تكعيب شو يساوي؟ 8 ضرب 3 كيو على 4 باي ار تكعيب. ال 4 باي ار تكعيب مع ال 4 باي ار تكعيب والثلاث مع الثلاث برو، فشو راح يصفي عندي؟ كيو كابيتال شو تساوي؟ 8 كيو سمول. بمعنى اخر كيو سمول هي عباره عن ثمن كيو كابيتال. دائما هذا السؤال بس كنت اساله للطلاب بحكي لك متى اخذت المسافه من صفر لكيو؟ اذا احنا اخذنا نص الكره اذا عليها نص الشحنه. لا يا حبيبي انت اخذت ثمن الكره فقط، الجزء المتبقي من هذا ما بيناتهم هو عباره عن 7 اثمان الكره المتبقي، فهون احنا بنحكي كيو هي عباره عن ثمن الكره وهكذا. نرجع للسؤال اللي بعده، نرجع لاسئلتنا. في سؤال كمان قبل اجى هالسؤال سنوات كمان سنوات بشوف من السؤال انا حاطه واحد هذا السؤال منا كامل وبدكم تطولوا بعد التعليق، يعني بدنا نعمل التكامل. بحكي لنا اوير is bent as arc. بحكي لنا في عندنا سلك هذا اللي باللون الاحمر، هاي الاكس اكسس وهاي عندي الواي اكسس وهاي النقطه تي وهاي نصف قطر اي. في بحكي لك في عندي او خلينا نسميه ارك، هذا شو ارك نصف قطر ارك. في عندك هذا السلك اللي باللون الاحمر ثنيناه حتى صار ارك قوس او جزء من دائره، وبحكي لنا هذا الارك طبعا بما انه جزء من دائره محصور هذا الارك بزاويه باي على 3 اللي هي 60 درجه. بحكي لك بدنا المجال بالاوريجن، بحكي لنا بالبدايه بده الاكس كومبوننت للمجال الكهربائي، بعدين بده الواي كومبوننت للمجال الكهربائي، بعدين بده الماجنتيود للالكتريك فيلد. يعني احنا بدنا نحل كل شيء، نطلع الاكس والواي بعدين نربع الاكس كومبوننت والواي كومبوننت ونجمعهم ونحطهم تحت الجذر حتى يعطيني الماجنتيود للالكتريك فيلد. بالبدايه حتى احل هذا السؤال باجي بحكي خلينا نكمل الصوره نيجي بالبدايه نكتب نيجي نختار دي كيو، باجي بختار دي كيو هاي عباره عن دي كيو وبخليها ثابته ما بدي شيء اتفلسف، او احكي لكم بدي اختار دي كيو بدي اكبرها شوي. هاي عندي بدي اختار دي كيو، هي لازم دي كيو تكون صغيره تمام. هاي دي كيو لو جيت سالتك دي كيو كم المسافه، المسافه دائما او خلينا نصغرها بعدين
نرسمها على طرف بعيد مكبرة دي كيو. اختار الدي كيو. لو جيت سألتك R small R small، لو جيت قلت لك R small هون شو لازم يساوي؟ دائما نص قطر، ها نص قطر. لو اختار الدي كيو هون بعدها عن المركز، هاي مركزها دائرة وهاي مركزها، فR small يساوي R capital دائما، فخلصنا من جزء بيقرقنا دائما. بما انه هاي شحنة عليها لندا وشحنتها موجبة، فراح يكون الاتجاه المجال هذا الاتجاه، هاي دي المجال. فلو فرضنا هاي زاوية ثيتا، هاي زاوية ثيتا، زاوية ثيتا براين تسميها، تمام؟ هاي ثيتا براين، او بامكانك تقول لي هاي عبارة ما بديش ثيتا، سميها ضايعة ثلاثة، وانا هون بختار ثيتا. هاي الزاوية ثيتا المحصول. يقول بما انه هاي الزاوية ثيتا، اذا هاي الزاوية ثيتا. بهاي الحالة المجال له مركبتين، بالربع الثالث الثنتين سالبات. صح؟ له مركبتين، مركبة على الاكس دي اي وساين ثيتا، وعلى الواي دي اي ساين ثيتا، والثنتين سالبات. يعني انه بمعنى اخر اي المجال هون، وما فيش هون شيء بيلغي شيء، هون ما فيش تماثل. يقول هو عبارة عن ناقص اي اكس باتجاه الاي هات ناقص اي واي باتجاه الجهات، والاي اكس واي واي هي الماجنتيود للمركبات، وناقص اي هات والاتجاه ناقص جهات والاتجاه كونه بالربع الثالث. لكن الماجنتيود ما بهمنا، ما بهمناش بالفرع الثالث الماينس. ونقول بهاي الحالة اي اللي هو بالفرع الثالث كمقدار هو عبارة عن جذر الاي اكس تربيع زائد الاي واي تربيع. ليش؟ لانه الماينس تربيع بروح والماينس تربيع بتروح، فكان نجمعهم جمع عادي ما بهمناش الإشارة. طيب نكتب القانون. طيب اي اكس هذا الفرع الاول، اي اكس شو يساوي؟ تكامل كي مقدار المجال كي في دي كيو على ار تربيع، اللي هو ار تربيع باتجاه الكوساين او المركبه باتجاه او مش باتجاه، هي كوساين. تمام، نقول هي عباره عن تكامل كي في دي كيو على R تربيع اللي هو R كابيتال تربيع في كوساين ثيتا. نقول هو عبارة عن تكامل K على R تربيع، بإمكاني أطلعهم لبرا كونهم ثوابت، في تكامل DQ كوساين ثيتا. كيف سردت عن المحاضة الثانية؟ خلينا نرجع أرسم الرسمة بطريقة أخرى مشان تكون الأمور سهلة علينا. هاي الواي اكسس وهاي الاكس اكسس، وهاي عندي الار الموجود عندي، هاي محصور بزاوية. لو جيت قلت لك خليني اكبر دي كيو، هاي دي كيو، دي كيو قلنا بدايتها، خلينا نفترض انه بدايتها محصورة بزاوية ثيتا، ونهايتها محصورة بزاوية ثيتا زائد دي ثيتا. فالزاوية هاي كم لازم تكون المحصورة بين بداية الشحن ونهايتها دي ثيتا، مثل مبدأ دي اكس اللي حكيت لكم اياه قبل شوي. لكن هاي الزاوية دي ثيتا بدايتها نصف قطر ار، المسافة من هون لهون ار، والمسافة من هون لهون ار. بمعنى اخر شو صار عندي انا؟ صار عندي دي كيو اللي هي عبارة عن لمدا في دي ال، انه طول هذا القوس من هون لهون دي ال. شو صار عندي؟ كأنه عندي قطاع دائري طوله دي ال ومحصور بنصف قطر ار وار، وهي الزاويه هي عباره عن دي ثيتا. لو جيت قلت لك كم طول القطاع الدائري هذا دي ال، نقول دي ال بالرياضيات طول اي قطاع دائري هو عباره عن ار في دي ثيتا، ولكن دائما اتذكر انه ثيتا ان راد ما بصير بالراديان. بمعنى القطاع الدائري دائما طول في ثيتا بالرادين. أثبت يكون قانوني صحيح. لو جيت قلت لك هاي عندي ربع دائرة، هاي ربع دائرة، صح؟ ربع دائرة، فالزاوية هاي كم؟ 90، اللي هي لازم تحولها للرادين اللي هي ضايعة 2. فلو قلت لك نصف القطر R R، كم طول القطاع الدائري هذا؟ بتقول لي القطاع الدائري S لو بدك تسميه، نقول S كم يساوي R
او باي على اثنين في يجي واحد بحكي لي انا لا بدي اطلعه مش انا عارف محيط الدائره كان اثنين باي ونهايه عندي ربع دائره صح نقول ربع دائره هاي مع هاي اثنين فشو طلع عندي باي على اثنين فانا قانون صحيح فدائما هذا قانون بسميه للطلاب هذا قانون قرص الدبنه هذا انت بدك دائما شو اسمه قانون القطاع الدائري هذا قانون فباجي بروح بستخدم دي كيو اللي هي عباره عن لمده في دي ال فمن بحكي اي اكس تساوي كي على ار تربيع في تكامل كيو اللي هي لمده في دي ال في كوساين ثيتا فهو عباره عن كي في لمدة على ار تربيع في تكامل دي ال اللي هو ار في دي ثيتا في كوساين ثيتا فمن يجي نحكي اي اكس ار بيطلع برا مع ار بتروح فصار راح يحكينا اي اكس هو عباره عن كي في لمدة على ار في تكامل كوساين ثيتا دي ثيتا بنقول الزاويه اللي بتبدا عليها بداية الشحنة هاي بداية الشحنة وهاي نهاية الشحنة كم الزاوية ثيتا إذا كانت بداية الشحنة هون صفر لا بايعة ثلاث بالسؤال بحكي لك هو محصور بين صفر لا بايعة ثلاث نقول هو عبارة عن K في لمدة على R بتكامل الكوساين ساين ثيتا من صفر لباي على من صفر لباي على ثلاث فنقول هو عبارة عن K في لمدة على R نفتح قوس ساين ساين الصفر هون ساين الباي على ثلاث ساين الستين جذر الثلاث على اثنين ناقص صفر ساين الصفر صفر فشو راح يطلع عندي؟ جذر الثلاث على اثنين كي في لمدة على يكون طلعنا اي اكس هذا الجزء الاول طيب نروح على الجزء الثاني من السؤال اللي هو اي واي الجزء الثاني الواي كومبوننت اي واي حكينا هي عباره عن تكامل كي في لمدا على ار تربيع والمركب اللي باتجاه الواي اللي هي الساين صح فبنقول هي عباره عن تكامل كي في دي كيو كي في دي كيو كي في دي كيو اللي هي كي في لمدا في دي ال على ار تربيع باتجاه او مضروبه في ساين ثيتا واحنا بنقول التكامل من صفر لباي على ثلاث بنفس الطريقه فبنحكي هي كي في لمدا على ار تربيع طلعناها لبرا بالتكامل دي ال اللي هو ار في دي ثيتا على بدون على ار في دي ثيتا في ساين ثيتا من صفر لباي على ثلاث فبنحكي R مع R بروح R مع التربيع بتروح فراح يطلع عندي EY هي عبارة عن K في لمدة على R في التكامل sin theta d theta ومن صفر لباي على ثلاث باي هو عبارة عن K في لمدة على R هاي تكاملات بسيطة يعني لا تشغل بالك فيها على R في تكامل الساين هي عبارة عن ناقص cosine theta من صفر لباي على ثلاث هاي تكامل الساين فبنحكي هي عباره عن كي في لمدا على ار افتح قوس عوض اول شيء الصفر كوساين الصفر واحد ناقص كوساين الباي على ثلاث كم؟ يلا نص كوساين الستين نص ساين الستين نص واحد ناقص نص كم راح يطلع عندي؟ نص، راح يطلع عندي كي في لمدا على اثنين هاي بنكون طلعنا قيمة اي واي هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث بده اي كمقدار كماجنتيود هو عبارة عن جذر الاي اكس تربيع زائد اي واي تربيع. ربع لي اي اكس اللي هو عبارة عن جذر الثلاثة على اثنين. ربعه شو راح يطلع عندي؟ جذر ثلاث جذر الثلاث تربيع ثلاث على أربعة اثنين تربيع أربعة كي تربيع لندا تربيع على آر تربيع
زائد ربع لي هات كي تربيع لندا تربيع على 4 ار تربيع 3 ارباع زائد ربع كامل راح يطلع عندي كي تربيع 1 يعني 4 4 1 تربيع لندا تربيع على ار تربيع اللي هو عبارة عن كي في لندا على ار. السؤال سنوات حقيقة. السؤال بناسبة السنوات. أجيب لكم سؤال سنوات. طبعاً السؤال من أسئلة الكتاب يعني. من أسئلة الكتاب بس إحنا راح نحله بطريقة يعني بطريقة مختلفة. في عنا إكزامبل بحكي لنا في عنا نص حلقة ثنيناها وهي نص الحلقة طولها طول السلك كامل 14 سنتيمتر اللي ثنيناه مش نصف قطر طول السلك وعليه شحنة كلية طول السلك إل وعليه شحنة كلية شحنة سالبة ناقص 7.5 بحكي لنا بدنا المجال بالنقطة أو بس ودنا بحكي لنا ماجنيتيود والدايركشن للالكتريك. احنا هون بدنا هاي الرسمه نشطبها ما بدناش اياها نرسمها احنا بيدنا كالتالي بنفس المعطيات وانتم بعدين تعوضوا الارقام. انا عندي هاي الواي اكسس وهاي الاكس اكسس ودي سالفه هاي عندي نص حلقه هاي الواي وهاي الاكس وجيت حكيت لك نصف الحلقه نصف قطرها تيجي بتحكي لي سهل ولا اولى عليها تثبت انه على خلينا نحكي انه عليها لندا وبعدين بنحول نشوف من الشحنه بنطلع لندا ومن الطول بنطلع نصف القطر فما عندناش مشاكل بالاخر بنحول التحويلات اي كيو مش لندا. يقول المجال نختار دي كيو نختار هون عندي بختار دي كيو بقول دي كيو تميل بزاوية ثيتا بنفس المبدأ اللي احنا شرحناه قبل شوي. بنقول المجال الناتج من دي كيو هاي فراح يكون وين اتجاه المجال دي اي هذا المجال دي اي هاي الزاوية ثيتا. لو اخذت دي كيو بالمقابل لها كانوا في تماثل راح ينتج عندي مجال هون كمان دي اي هاي الزاوية ثيتا وهاي الزاوية ثيتا نفسها فبنقول المجال اللي راح يكون عندي هون مجال دي اي ساين ثيتا وهون عندي دي اي ساين ثيتا من الاول والثاني وفي هون عندي دي اي كوساين ثيتا وهون عندي دي اي كوساين ثيتا فالمركبات اللي على الاكس شو بروحن فبنقول اي على اكس شو يساوي صفر من التماثل بدون حتى لو بدك تحط التكامل التكامل راح يطلع معك اوت فانكشن وعلى فتره متماثله فراح يصفر يعني فما في عندنا مشكله. هاي عندي اي اكس لكن مين اللي راح يصفي عندي اي واي اللي راح كماجنتيك هي اللي راح تصفي عندي فهي عباره عن تكامل كي دي كيو على ار تربيع اتجاه الساين ثيتا يقول هاي عباره عن تكامل كي دي كيو خلي دي كيو هون على ار تربيع اللي هي اي تربيع كما نصف القطر R يساوي A دائما نصف القطر في ساين ثيتا فاحنا نقول هو عباره عن تكامل K في لندا في R في D ثيتا اللي هي DQ على A تربيع هون بدل R بنحط A A في لندا في A في D ثيتا على A تربيع في ساين ثيتا فبصير عندي القانون A مع A بتروح و A بتطلع لبرا فراح نقول EY هي عبارة عن K في لندا على A في تكامل ساين ثيتا دي ثيتا نقول بداية الشحنة كم بتكون الزاوية نقول نطلع من الأوريجين لعند هاي النقطة الزاوية كم بتكون الزاوية صفر ومتى بتنتهي؟ عند الزاوية باي خلص بتكمل
هاي الحالة. فراح يطلع عندي الجواب K في لندا على A في تكامل الساين ناقص كوساين ثيتا من صفر إلى باي، هو عبارة عن K في لندا على A في أعوض الصفر واحد ناقص كوساين الباي ناقص واحد، فراح يطلع عندي 2 K في لندا على A. لكن أنا بالسؤال هذا، بالسؤال الموجود عندي، أنا مش معطيني لا A ولا لندا. نقول Q هي عبارة لندا في L، فنقول لندا اللي هي عبارة عن Q على طول السلك L، هاي منعوضها. وفي عندي أنا ما شو اسمه طول السلك، و L هون، أنا هون عندي L. لكن لو جيت قلت لك A نصف القطر، شو علاقتها ب L؟ A شو تساوي؟ يلا هاي عندي نص حلقة، عندي نص حلقة، تمام؟ نص حلقة، شو على كم طول نص الحلقة؟ باي في A، مش محيط الدائرة 2 باي A. لو شيء نص الحلقة كم طولها؟ باي في A. فأروح بعوض A هي عبارة عن L على باي، فباجي بحكي E Y هي عبارة عن K 2 K، هاي 2 K، 2 K في لمدة اللي هي Q على L، و A اللي هي عبارة عن L على باي. فراح يطلع عندي E Y هي عبارة عن 2 باي في K في Q على L تربيع. هاي الإجابة النهائية. تعوض بدل ال هي ومعطيك اياه، والكيو صار السؤال فقط تعويض على الطعام. نفس السؤال هذا جبته قبل سنتين تقريبا، جبته قبل سنتين، كان عندي شعبتين تقريبا، كل شعبه 90 يعني 180 طالب. غيرت بهذا السؤال تغيير بسيط، والله بجوز لا يتعدى الخمسه اللي جاوبوا، وبتوقع ثلاث من الخمسه اللي جاوبوا كانت تشيل. نفس السؤال كالتالي، نفس السؤال ولا غيرت به شيء، حتى الطلاب ما طلبتهم يطلعوا لي التكامل، فقط يحطوا لي الارقام على التكامل، فقط يكتفوا لهم هاي الواي وهاي الاكس. جبت لهم حلقه حكيت لهم هاي عباره عن دي كيو وهاي عباره عن نصف قطر، سميت لهم نصف القطر مقداره ار، وهاي الزاويه تي. كم المجال؟ بس هذا السؤال اللي جبته، هذا اكزامبل ثاني، بس غيرت الزاويه فيه. هون اكزامبل، طبعا هاي نص حلقه، وانا بحكي لك بدي المجال هون، سواء اخذ التاي ثيتا ولا اللي تحت ثيتا ولا اخذ القرود السود ثيتا، لازم الجواب يطلع نفسه. يعني تغيير الزاويه ما راح تغير، في عندك نص حلقه وبدي المجال المركزها بغض النظر، لازم يطلع معك نفس الجواب اللي فوق. بس احنا كيف هون كانت اللعبه؟ إنه ما أعطيناهم الجواب النهائي لأنه محلول بالمحاضرة، فبس خليناهم يطبقوا تطبيق. نيجي نحكي هو عبارة عن دي كيو، هاي المسافة نحكي هي عبارة عن E، هاي نحكي هاي دي كيو، هاي إلو هاي دي إي، هاي دي إي. فإذا هاي الزاوية ثيتا، إذا هاي الزاوية ثيتا بالتقابل بالرأس، هاي عندي الواي أكسس، فهاي عندي هاي عندي دي اي له مركبتين باتجاه الواي دي اي كوساين ثيتا، وعلى الاكس دي اي ساين ثيتا. وفي عندي لو اخذت دي كيو على المقابل، دي كيو بالمقابل، راح نقول هاي عباره عن نفسه نصف قطر ار، وله اتجاه مجال دي اي. فعلى بالمقابل اذا هاي الزاويه ثيتا، اذا هاي الزاويه نفسها ثيتا، فهي راح يطلع هون عندي دي اي ساين ولا تحت دي اي كوساين. مين اللي راح ينجو؟ الكوساين. فنحكي هي عباره عن تكامل اي باتجاه واي، ونحكي اي اكس كم يساوي اتجاه الاكس صفر، تكامل كي في دي كيو اللي هي لندا في دي ال اللي هي ار في دي ثيتا على ار تربيع في كوساين ثيتا من صفر لباي،
لو جيت تكامل R مع R ضروف فرح يطلع عندي K في لندا على R وتكامل من صفر لباي كوساين ثيتا دي ثيتا هذا يساوي صفر التكامل فرح يطلع عندك E Y كلها تساوي صفر لأن التكامل الكوساين ساين ساين الصفر صفر وساين الباي صفر فكل شيء بصفر وين المشكلة كانت؟ آه كله تخابيص بعتبره لأن الطالب بدأ كنت بدي أشوف وين حداكته بالموضوع وين المشكلة بحلنا هون مشكلة بسيطة جدا حلنا هون حدود التكامل خطأ أيوة أنا هون دائما خلينا نعتبر دائما أي زاوية بالدنيا إذا أنا بمشي counter clockwise إذا بمشي أي زاوية بمشي عكس عقارب الساعة فبتكون موجبة وإذا كانت clockwise مع عقارب الساعة بعطيها سالبة هاي نوت هاي مهمة الفكرة الثانية من السؤال يلا كيف بدنا نتعامل معه بنقول طيب أنا هون بدي أتعامل بما إنه هذا السؤال صار كالتالي إذا أنا بدي أتعامل مع شو راح أتعامل يلا الزاوية كم؟ أنا دائما هون الزاوية بأخذها بالنسبة للـ Y axis صح؟ الزاوية بالنسبة للـ Y axis بالفرع الأول من السؤال كنت أنا بأخذ الزاوية دائما بالنسبة للـ X axis مختلف تماما فبنحكي بداية الشحنة هون عندي بداية الشحنة بالفرع هذا أنا وين بداية الشحنة؟ هاي بداية الشحنة وهاي عندي نهاية الشحنة بداية الشحنة هاي هون كم تصنع زاوية بالنسبة للواي أكسس وأنا ماشي مع عقارب الساعة زاوية 90 فبقول من ناقص باي على 2 وبس نهاية الشحنة كم تصنع زاوية مع الواي أكسس من الواي أكسس يلا هون ماشي مع عقارب الساعة هيك ماشي نهاية الشحنة باي على 2 فراح يطلع عندي التكامل من ناقص باي على 2 لباي على 2 إذا كملت هذا التكامل راح يعطينا نفس التكامل الأول بحذافير إذا هون أنا عندي with respect to y axis بنقول بداية الشحنة بالنسبة لل y axis بالنسبة للأول هو مع عقارب الساعة وبالنسبة للنهاية مع ال y axis عكس عقارب الساعة فنقول من ناقص باي على 2 لباي على 2 تمام؟ إذا بداية الشحنة لنهاية نيجي طيب منكمل نأخذ example من أسئلة الكتاب واللي هو على 2 dimension إحنا لحد الآن حلينا على 1 dimension شنو هو راح يكون آخر يعني example عنا باليوم إن شاء الله راح يكون طويل شوي السؤال وبدكم تطولوا بالكم عليه هو هذا الاكزامبل الوحيد بالكتاب على التو دايمنشن يعني احنا او على السيرفيس تشارج ديستريبيوشن يعني احنا اخذنا على لينير تشارج سواء كان سيليك تنيتو فورس سيليك ممدود نصف حلقه البدنيه سواء كان اي نوع احنا دائما كنا نستخدم هذا التكنيك هسه لا راح نشوف ان الشحن موزع على مساحه وهي المساحه لها سبيل تمام بحكي لنا a disk of radius r has an uniform surface charge density sigma في عندي قرص هذا القرص عليه كثافه شحن مقدارها سيجما بحكي لنا بدنا المجال الكهربائي عند النقطه b اللي تبعد مسافه x من محوره هذا المحور بمر بمركزه وعامودي يعني هاي الزاويه 90 درجه وبس طيب انا لو من كان بالبدايه انا لو من كان عندي السلك اخذت قطع طوليه منه طولها دي اكس فلو جيت جمعت هاي القطع مع بعضها البعض راح تعطيني السلك كامل هاي قطع طوليه يعني انا باخذ قطع طوليه من نفس الشكل هذا السلك لو من جمعتها بعض مع بعض اعطاني او دي كيو لو نقول الدي كيو لمدا في دي اكس دي كيو اللي هي عباره عن لمدا في دي اكس فانا دائما باخذ
وحدة هون عندي كثافة طولية، فأخذت طول بيشبه شكل الجسم اللي أنا مختار. لما روحت جبت السلك واخذت حلقة أخذت قوس، لأنه هو عبارة عن قوس، فأخذت جزء من القوس. هون عندي طيب أنا بما أنه أنا عندي قرص دائري، إذا أنا وحدة المساحة، أنا هون بدي أخذ وحدة مساحة. كيف يعني؟ بقول المجال عند النقطة B هو عبارة عن تكامل K في DQ اللي هي سيجما في DA على R تربيع باتجاه الـ R. هذا التكامل، احنا كتبنا حكينا DQ إذا كانت خطية نقول لندا في DL، إذا كانت DQ موزعة مساحية فهي سيجما في DA، وإذا كان موزع حجمي فهو DQ تساوي رو في DV في وحدة الحجم. فإحنا هون بهاي حالتنا هي عبارة عن سيجما في DA، هاي من المحاضرة الماضية اللي حاب يتذكر منها. طيب أنا هون بدي أختار وحدة مساحة، فأنا هون بما أنه دائري، جسم دائري، إذا أنا بدي أختار حلقة. بس خلينا بما أنه أنا اخترت حلقة هون إلها نصف قطر دي آر، حلقة ولها نصف قطر دي آر، باجي بحكي لك هون نصف قطر آر ودي آر. خليني هون أسميها هون لكتاب متخلف نوعا ما، سمي لك آر ودي آر. خليني أسمي آر هو هذا اللي بعيد عن دي كيو، اخترنا دي كيو هاي الموجودة عندنا هون، اخترناها دي كيو، أخذنا عبارة عن جزء مساحة على شحنة دي كيو. خليني أختار أو أغير، أحكي لك هاي الحلقة نصف قطرها R برايم، أنا هاي بدي أختاره R برايم، ونصف قطر مش هاي حلقة إلها قطر، بدأ أسميه DR برايم لغاية في نفس يعطي. تمام؟ باجي بحكي لك أنا عندي صار كأنه عندي حلقة، هاي عندي حلقة، هاي الحلقة اللي هي عليها DQ، هاي عندي الحلقة وبدي المجال بالنقطة B، هاي الاكس اكسس بس وقفتها لفوق، وهاي عباره عن دي عن دي كيو. لو اخذت دي كيو هون وهون دي كيو بالطرفات، راح يطلع عندي مجال هون، وراح ينشا وين عندي كمان مجال من الطرف الثاني اللي على الاكس او اللي الافقيات، راح يصفرن او العموديات، ومين راح يصفي التكامل فقط باتجاه، فقط باتجاه دي اكس. فهون انا راح يصفي عندي المجال، فقط راح يظهر عندي مجال هون من دي كيو، راح يظهر هون عندي مجال افقي والمقابل له مجال افقي، وهون المركبات الافقيه هون هاي دي اي ودي اي، هذول راح يلغن بعض، ومين راح يصفي عندي؟ فقط لو كانت تاي زاويه ثيتا فراح يصفي عندي فقط دي اي كوساين ثيتا بالتماثل بهاي الحاله. فبنحكي هون عندي التكامل بدل ار، هات هو عباره عن تكامل كي في سيجما في دي اي على ار تربيع باتجاه كوساين او مضروبه في كوساين ثيتا. والافقيات شو هذول؟ لغن بعض، ومش الاكس هاي سميها الواي، وهي الاكس اللي على الاكس اللي دون. فبنحكي التكامل فقط باتجاه دي اكس. تعريف المتجه ار هو المتجه اللي بيبدا من عند دي كيو لعند النقطه المراد حساب المجال عندها، هذا ار. فانا اسمي هذا ار واسمي هذا ار، هذا نصف قطر الحلقه اللي انا اخترته اللي هو سميته ار برام. فلو جيت قلت لك بما انه هاي المسافه من هون لهون ار برايم هي نفسها، وهذا ار وهاي المسافه اكس، يعني هاي عندي مثلث، هاي عندي ار ونصف قطر الحلقه ار برايم وهاي المسافه اكس. فلو قلت لك ار تربيع هي عباره عن ار برايم تربيع زائد اكس تربيع. طيب وانا هون شو حكيت؟ هاي الزاويه، هاي الزاويه ثيتا، وكوساين، كوساين ثيتا هون عندي هو عبارة عن شو؟ يلا أنا حكيت هاي الزاوية ثيتا، إذا هاي الزاوية ثيتا، إذا هاي الزاوية ثيتا. فكوساين الزاوية ثيتا، كوساين الزاوية ثيتا شو يساوي؟ المجاور اللي هو إكس على الوتر اللي هو آر برايم تربيع زائد إكس تربيع كل قوة نص. نيجي منعوض أرقامنا، أنا وحدة المساحة لحد الآن مش مقرب لها. نقول E عند النقطة P هو عبارة عن تكامل K في سيجما ثوابت بتكامل DA كوساين ثيتا اللي هو X على R برايم تربيع زائد X تربيع كل قوة نص
على R تربيع اللي هو R برايم تربيع زائد X تربيع. هاي عندي فقط قوة واحد اللي هو R تربيع، بس نضربهم ببعض شو راح يطلع عندي؟ K في سيجما وX ثابتة، أنا بحكي لك بدي على مسافة 5 سنتي مثلا من المركز، فبحكي K في Q في X، K في سيجما في X بتكامل DA على R برايم تربيع زائد X تربيع الكل قوة 3. أنا اخترت هون عندي وحدة مساحة، أنا جبت اخترت حلقة وحدة مساحة حلقة نصف قطرها الداخلي R برايم وسماكتها ADR برايم. لو جيت قلت لك DR برايم قليل جدا، يعني أنا هون بحكي لك DR برايم تؤول للصفر، يعني كنصف القطر يعني سماكتها قليلة جدا جدا جدا. لو جيت سألتك لو جبت مقص وجيت قطعته من هون، هاي الحلقة قطعتها وفردت وجينا فردنا، شو راح تعطيني تقريبا؟ كانها راح تعطيني مستطيل نصف قطره DR برايم وطوله محيط الدائرة. كم محيط الدائرة هاي؟ 2 باي R برايم. لو قلت لك طيب كم المساحة DA؟ بتقول لي المستطيل مساحته الطول في العرض، فطوله 2 باي R برايم وفي عرضه DR برايم، فنقول هاي وحدة مساحة. 2 باي ما إلها قيمة، R تنقاس بالمتر وDR تقاس بالمتر، إذن هاي متر تربيع، إذن هاي وحدة مساحة. مظبوط أنا كلامي؟ باجي بروح بعوض قيمتها، فهي راح يطلع عندي K في سيجما في X في تكامل ADA اللي هو 2 باي في تكامل R برايم DR برايم على R برايم تربيع، ولا 2 أحكي لكم 2 وشطبوها وخلوها هم زائد X تربيع X تربيع كل قوة 3/2. هذا تكامل بالتعويض. ليش تكامل بالتعويض؟ لأنك لو فرضت المقام مش مشتقتها R تربيع R برايم تربيع 2 R برايم تربيع DR برايم، فهذا التكامل بالتعويض. والتكامل هون قيمة R برايم هاي تتغير من صفر ل R، يعني في شخص بإمكانه يختار نصف هذا القطر، أي الشخص الموجود عندي هون بإمكانه يختار نصف القطر لهاي الحلقة، ممكن واحد يختارها على الطرف فكم راح يكون نصف قطرها؟ R كابيتال. ممكن واحد يختارها قريب من المركز فبيكون الحلقة هاي تقريبا نصف قطرها صفر، فاحنا بنقول نصف قطر هاي الحلقة بتغير من صفر ل R كابيتال. بعد ما نكمل هذا التكامل، ما مش احنا بصدد نطلع هذا التكامل، نقول تكامل فقط باتجاه الاكس، المجال فقط باتجاه الاكس حكينا، راح يعطيني 2 باي في سيجما في كي في 1 ناقص اكس على جذر الاكس تربيع زائد R. وهي الإجابة النهائية بعد ما نكمل هذا التكامل. هذا مثل اسمك بتحفظه، بس انتوا اونلاين عادي تكون فاتح الكتاب، ما فيش عندكم مشكلة. تمام؟ إذا هذا التكامل لو جيت طلبت منك أوجد المجال، أوجد المجال بالقرب من سلك. تمام؟ مش سلك، بالقرب من قرص دائري ببعد على محوره ببعد مسافة مقدارها X. خلينا نأخذ حالة خاصة special case. لو جيت حكيت لك if X قريب تقريبا مساوي للصفر، يعني لو جيت قلت لك بدي المجال بالقرب من مركز القرص، يعني لو أنا عندي هذا القرص، هذا عندي القرص، بدي المجال فوقيه بشيء بسيط، يعني X خلينا نحكي very small، ما بدناش نحكي X very small، X is very small. هاي الحالة لو قلت لك R تربيع زائد X تربيع، ها شو يساوي تقريبا؟ R تربيع، لأن نصف القطر أكبر، صح؟ نصف القطر أكبر. فبهاي الحالة نيجي نحكي طيب جذر الR تربيع بعطيني R، فمنقول EX
هو عبارة عن 2 باي في سيجما كي في 1 ناقص اكس على ار، صح؟ اكس على ار، لكن اكس رقم قليل جدا، فهو تقريبا هذا كل الحد شو راح يصفر، هو قايل لك قريب من الصفر، انا يعني هاي زياده حكيت فيها، بس هو كل الحد تقريبا يساوي صفر، فشو بنقول؟ اي اكس بهاي الحاله بالمجال شو راح تكون قيمته؟ ها الصفر 2 باي سيجما في كي بضربه بواحد شو راح يعطيني؟ 2 باي سيجما في كي، 2 باي سيجما في كي، لكن انا عارف كي هاي 2 باي في سيجما، كي اللي هي عباره عن 1 على 4 باي ابسلون نو 2 باي مع ال 4 باي فراح يصفي منها 2، فشو راح يطلع الجواب؟ اي هاي الحاله اي اكس يساوي سيجما على 2 ابسلون نو، وهي نتيجه مهمه جدا 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 جدا، هاي في اي بي، هاي مثل اسمها، شو بتتخيل؟ سيجما ثابت و2 ثابت وابسلون نو ثابت، اذا هذا عباره عن يونيفورم الكتريك فيلد. بشكل عام لو قلت لك اي سطح سواء كان لو جبت لك ورقه مستطيله، ورقه مربعه، ورقه دائريه، ورقه شو ما كان، اي سطح بغض النظر شو ما كان شكله، دائما المجال بالقرب من هذا السطح سيجما 2 ابسلون، بدون ما تجي للتكامل بدون ما تعمل اي شيء، المجال دائما من قرب اي سطح يساوي سيجما 2 ابسلون نوت، وهي النتيجه راح نرد نشتقها بشابتر 24، وبدل ما نشتغل كل هذا الشغل راح نحله بسطر واحد ونطلع سيجما على 2 ابسلون. اليوم اكتفينا ان شاء الله، نلتقي بكم يوم الاثنين القادم، وان شاء الله يوم الاثنين القادم راح ننهي شابتر رقم 23، يعني يوم الاثنين راح ننهي، ظل عندنا فقط موضوع أو هو مش موضوعين، خطوط المجال الكهربائي بنخلصه بعشر دقائق، وبيظل باقي المحاضرة ساعة وربع اللي هو نحكي عن حركة شحنة داخل مجال كهربائي منتظم، وبيكون يعني خلص شابتر 23. يعطيكم العافية، أي حد عنده أي استفسار يسأل، إذا ما في أسئلة خلينا نوقف النفس قبل ما تبلش المحاضرة. تمام، شكرا، ما حد عنده اي استفسار، يعطيكم العافيه، السلام عليكم.